حد تعب؟ حد عايز يروح؟ حد عايز يبات هنا؟ الناس تعبت والله وطلعت اخر سنه بقى فاستحملوا الاخر. طيب احنا معانا عبد الله. عبد الله هو انا معرفتي بعبد الله كانت صعبه في الاول، كنت عايز اتاكد مليون الميه ان هو حد عنده فاليوز هيقدمها ويقدر يفيد الناس. ده كان جهل مني اللي انا ما اعرفوش، وهو برده ما حد يعني ملوش اي تواجد اونلاين، مختفي تماما يعني. فانا لما عرفت عبد الله بدات اتعرف عليه، تاكدت مليون الميه اللي هو هيقدم فاليوز محترمه بالنسبه لمعظم الناس الموجوده هنا هي افيليت او اتليست عندهم خبره كويسه في الافيليت. فهو عبد الله هيتكلم في الكونسبت ده. احنا النهارده عملنا مرحله توسع تماما في الكاتيجوريز اللي اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن موبايل اب، اتكلمنا عن امازون، اتكلمنا عن شوبيفاي، اتكلمنا عن ادسنس، اتكلمنا عن اندستريز مختلفه. عبد الله النهارده هيرجع للبيور اندستري بتاعتنا اللي هي افيليت سي بي اي 1 2 3. فعبد الله هيتكلم عن كيس ستادي كليك بانك مع بينجا ادز، تقريبا معظمنا ما كانش شغال معاها او اللي شغال معاها قبله مشاكل اللي هو يضيف الكريدت كارد وكل المسميات دي. عبد الله اللي يعرف حاجه اسمها مجتمع مليونير ماستر مايند، عبد الله واحد من الناس اللي موجوده وبقى بيتاخد از كيس ستادي، وكمان بقى سبيكر في المليونير ماستر مايند. هو بدا شركته هو وشريكه الاسباني رافائيل. فين رافائيل؟ رافائيل رافائيل مش رافائيل رافائيل سوري رافائيل يس. قدروا يحققوا مع بعض اول ما بداوا هما الاثنين مع بعض في اول 6 شهور، حققوا ارقام تعدت الست ارقام، ست ارقام في مجالنا يعني فوق ال 100,000. اوكي بعد 6 شهور ما انتهوا ارقامهم تخطت السبع ارقام، يعني بداوا الشهر السابع او الثامن ارقامهم تخطت المليون. المليون يعني بالدولار مش بالمصري. فعبد الله بمنتهى البساطه هو جاي يتكلم في كيس ستادي 1 2 3 هاو تو دو ات بينج اد مع كليك بانك. عبد الله عبد الله جاي هو عيلته، باباه، مامته، اخوه، جوز اخته اعتقد، وشريكه، فحلو وحش نسقف اوكي والمدام. الو السلام عليكم، سامعني؟ طيب انا بس في البدايه احب ان انا ارحب بشريكي رافائيل مايول، هو هيكون معايا على المسرح وان شاء الله يعني المحتوى يعجبكم. Rafael, hold it, please. Please sit in. Rafael من برشلونة في إسبانيا. Hello. معلش احنا عارف ان احنا الوقت بتاعنا متأخر او احنا اواخر الناس، فعارف ان تعبانين، بس ان شاء الله المحتوى يعجبكم. Make it open. My mic is not on? Yeah. Yeah. It's working. You're good. قفل ده. صح قصرت؟ ايه عملت ايه؟ قفل ده. I'll do it manually. Okay. You want to introduce yourself? Yeah, I'll do it. طيب انا في البدايه بس قبل ما ابدا اعرف نفسي وابدا اتكلم عن اي حاجه، انا حابب اشكر بس ناس معينه هنا. انها بصراحه هي ما شاء الله يعني هي كانت السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون على المسرح واقدم لكم حاجه معلومه. طبعا زي استاذ فارس واستاذ مهند واستاذ اسلام واستاذ محمود فتحي واستاذ محمود خرطبيل، يعني في الصراحه استاذ عمرو، ويعني في ناس كتير ما شاء الله. يعني هي بصراحه اصرت ان انا اكون موجوده هنا ان انا اقدم لكم محتوى ان شاء الله يعني يليق بالمستوى بتاعكم. انا اسمي عبد الله ذكر الله، انا 23 سنه، انا خريج صيدله السنه دي. بدات الاونلاين بيزنس بتاعي 2011، قررت حاجات كتير قوي من ان انا ارفع فيديوهات على المواقع الفرنسيه الفرنش اللي هو الانمي والكلام ده كله. بدات الماركتنج بتاع السي بي اي ده يعتبر من 2015. انا كنت بادئ من بدري بس ما كنتش معايا فانس وما كانش معايا سيوله وما كانش معايا حاجات كتير، ما كانش معايا يعني الموارد اللي تقومني بيه، بس كان عندي موهبه، انا كنت بحب المجال ده جدا.
قابلت رافيل هو شريكي دلوقتي حاليا في ماستر مايند كاب بتاع جين كارلو واتقابلنا في 2015 في مايو تقريبا او في شهر 7 وبدانا نعمل مع بعض شغل. هو كان ساعتها كان عنده وظيفه وانا كان عندي كليه فاحنا كنا بنحاول ان احنا نلاقي المسافات اللي بيننا. هو يتكلم وانا هترجم وراه على فكره عشان ما حدش يحرم من اي هم. You can go. Okay. So I guess you explained the translation, yeah. Which I didn't get. But okay, so my name is Rafael. I'm from Barcelona, Spain. Immigrated to the USA 4 years ago. Did the corporate thing, you know, study, join a big corporation in America. Tried to open my own business, started real estate, failed, got a house burned. And finally got involved with CPA in 2015, CPA marketing. And that's what we're going to be showing you guys today. We're going to show you live case studies and actual campaigns. هو بيعرفكم نفسه. هو بيقول لكم هو اسمه رافائيل, بقى عنده 27 سنة, حامل هجرة لأمريكا, مش هجرة يعني, هو اتنقل لأمريكا بالأربع سنين عشان يشتغل في الهندسة, في الاندستريال يعني. بدأ بشغله بالاستثمار العقاري, فشل فيه كتير, وبعد كده بدأ يشتغل في السي بي اي برضه معايا من نفس التوقيت بتاعي تقريبا قبل 3 شهور. اتقابلنا والحمد لله. So what do we do exactly? What is CPA? Well, CPA marketing consists in these 4 steps. When we run a funnel, basically what we do is we buy traffic on a traffic source, and we're gonna focus on Bing today. So traffic source Bing, and you pay them to run ads on the platform. So that would be an example of an ad. You can see it's a text ad with a headline and a copy. You drive that traffic, the people click there and go to your affiliate website. Your affiliate website is basically a sales page. In that sales page, you're promoting a product. Sometimes it looks like an article, like a news article, but you're actually influencing visitors so that they would buy the product. If they click, they go to the CPA offer. It's the advertiser's page. And if they buy, you get paid a commission. اللي هو بيقوله دلوقتي احنا ايه ده اصلا, عشان بس الناس مش فاهمه بس ايه بينج والكلام ده كله. احنا هنبتدي بس معاكم من البيجنينج, من حاجه صفر خالص, وهنخش في حاجات ادفانس وهتشوفوا كيس ستاديز من حملات بتكسب. ف يعني هو الترافيك سورس بتاعنا بينج. طبعا بينج ده زي جوجل, محرك بحث بس طبعا اطول شويه. انت بتدفع فيه فلوس بمقابل ان انت بتظهر فيه اعلان. الاعلان ده بتبعته على صفحه, في ناس بتسميها لاندر, في ناس بتسميها ادفرتوريال, في ناس بتسميها لاندنج بيج, اي حاجه. المهم في الاخر انك تبعته على صفحه بري سيل بيج, بتهيئ فيها الناس ان هي انت هتشتري منتج. فانت بتتكلم عن منتج ده مميزاته ايه, الناس بتدوس على اي لينك موجود جوه بيروح لصفحه الاوفر, لو اشتروا بتاخد كوميشن او عموله. Thank you. So you get paid on a network, and this is the kind of commissions you can generate in 6 months. Just to get you an idea of at what level Bing you can take Bing. Bing is not one of the biggest traffic sources, so if you're starting out, it's one of the simplest ones to learn, but it also doesn't have that much traffic. So you probably cannot scale past 6 figures with Bing only, unless then you create your own offer or things like that. But as an affiliate, you're limited to like around 6 figures per year. اللي بقوله لكم يعني ان ده يعني من اقل الارقام اللي ممكن تحققها, ممكن تحقق اكتر من كده بكتير. الارقام دي بتحققها في وقت قليل الحمد لله يعني. فهو بيقول لكم ان انت ممكن تحقق ارقام زي كده, مش انت في فكره غلط عند الناس ان انا محتاج اعمل 10 نيشز في نفس الوقت, محتاج اشتغل في كل المنتجات عشان اقدر ان انا احقق ارقام كبيره. بالعكس, انت منتج واحد بس تقدر تحقق فيه الارقام اللي انت شايفها عندك دلوقتي. So for beginners, you guys have the slide, so don't worry about taking pictures and all that stuff. And no need to reinvent the wheel. These funnels that we're going to show you work. We're going to show you campaigns that are working. We're going to show you ads we have created, ads we have put money on, and they have converted. And you're going to get these on your slides if you guys decide to try this out. بقول لكم يعني ما حدش يقعد يكتب حاجه, كل السلايدز دي هتاخدوها, كل كلمه متسجله. حاجه ثانيه مهمه جدا, الكلام اللي هقوله النهارده هيبقى على بينج بس, مش على فيسبوك, مش على جوجل. غالبا انا ممكن اكسر لك قواعد كتير بالنسبه لك, انت ممكن تكون مهتم بحاجات معينه. انا هقول لك اكسر الكلام ده كله من الاخر, اعمل يعني لو انت الحاجات دي جايه من خبره سنين او من خبره مئات الالاف اللي صرفت. ف اللي احنا بنقوله ده من نتائج فعليه واحنا بنشاركه معاكم النهارده, فما تقعدش يعني تختار حاجه من الصفر, وده على بينج بس. So guys, are you ready? We're gonna see a campaign. Awesome. So if you right now go to Bing and you search for cure diabetes naturally, and you are in the US,
because the ads are geo-targeted. If you're in the US, you're gonna see these ads. All these are ads, are not SEO results. These are the ads at the top. The first two are affiliate ads. The other ones, they have other businesses model. But the first two are CPA marketers. So look at the headline. The first says, new diabetes cure found. Doctor discovers a natural pill. We're gonna go to that funnel in a second. The second case we're gonna show you is the reverse diabetes breakthrough, and the subsequent copy. طيب اللي احنا بنتكلم عليه ده دلوقتي انت لو دخلت بينج بتاع من اي بي امريكي عشان انك تشوف الاعلانات ديت وكتبت cure diabetes naturally. cure diabetes naturally يعني ازاي اعالج السكر بطريقه يعني ما فيهاش حاجه صناعيه بطريقه طبيعيه natural يعني اللي هي الاعشاب الحاجات اللي زي كده. هتبدا انك تشوف اعلانات هو بيوريك دلوقتي عندك مثلا اول اعلانين بيقول لك دول افيليت دول بمعنى صح دول سي بي اي افيليت انت ممكن تكون افيليت بس كالستايل بتاع سي اي سي بي اي له سنس كده في كتابه الاعلانات هو بيقول لك ان اول اعلان عندك دول بتوع سي بي اي الاعلانين التانيين دول برضو اعلانات بس طريقه المكسب بيها بتاعتهم ما بيكونش نفس نظام السي بي اي فهو عايز يوضح لك الحته دي. So this is the case of the first ad. If you click on that first ad that's live right now, you would go to this landing page. Landing page is a sales page. In this case, it looks like a news article. 80%, the most important part is your header and headline. Normally you have a headline, new diabetes breakthrough, learn how to reverse my type 2 diabetes naturally in just 3 weeks. These are not our pages. These are pages from affiliates that are running right now. And then there's normally a second headline. In this case, you guys can read, but if you go to the link and you open the website, you'll be able to take, you can basically copy this sales article and run it yourselves. So then you have the copy in green. This is the body of your sales tool, your sales page. And then at the end, very important, you need a call to action, which is buy this product, click this link, go here. طيب دلوقتي ده مثال على صفحة لاندر. الصفحه ديت صفحه اتش تي ام ال عاديه جدا على فكره انت مش لازم انك تبدا صفحات من الصفر ده حاجه هو بيقولها اهم حاجه انت في البدايه انت مش عارف انت يعني النيش اللي بتسوق فيه فانت بتبدا تشوف غيرك بيعمل ايه وده اهميه انك تكون بتبحث كويس. الهيدلاين اللي هو العنوان الرئيسي بتاع اللاندر ديت ده من اهم الحاجات في الصفحه. لو الهيدلاين بتاعك مش كويس انت ازاي الاول مش هيكمل غير ان هي بتلعب في حته معدل التحويل او اللي بيسموها conversion rate بطريقه مهمه جدا. تاني حاجه الكوبي اللي هي الكونتنت اللي هو المحتوى القصه بتاعتك ايه اللي انت بتحكيه ايه اللي بيخلي الزائر يقرا الحاجه ديت ويقتنع وهو يخليه يشتري. وفي الاخر لازم يكون عندك حاجه اسمها call to action. call to action ده يعني بدي الدفعه بتاعت خش اشتري من هنا خش اعمل من هنا. فده مثال بس حي للاندر واحنا هديكم اللينكات بتاعت الحاجات دي كلها كل حاجه تاخدوها فانت هتقدر انك تشوف فعلا الكومبوننتس بتاعتها وهنخش في جزء معين انا هبدا اشرح فيه الحاجات يعني تفرق افيليت عن افيليت بس خليكم مواصلين معانا. So if somebody clicks on your call to action, they go to the advertiser page where there's a product for sale. In this case, is a bottle, it's a supplement, a natural supplement. So they fill out their information, they go to the next step, put their credit card information. If they purchase, you get paid your commission. So هو دلوقتي بقول لكم دي مثال على صفحة لمنتج عن السكر حلو. انا بس عايز اوديكم بس حاجه معينه يعني ممكن تكون لاحظتها ممكن تكون ما لاحظتهاش. دي حاجات بتفرق بقى يعني بتفرق لما انت بتعلى خالص بالمستوى بتبدا تفرق معاك. المنتج ده فيه منتجات زيه خلاص بس المنتج ده عشان انا جربت المنتج ده سوقت له تفوق على المعدل التحويل بتاعه عن كل المنتجات. والسبب واحد بسيط انت لو فكرت فيها كده الناس اللي عندها سكر غالبا هل هم مثلا شباب صغيرين هو غالبا في شباب صغيرين عندهم سكر بس حالات الماجوريتي او الحالات الكبيره عندهم ناس كبار في السن. الناس ديت تستخدم الناس شوف الناس اللي بيضحكوا على بعض دول ناس كبار في السن فدي بتبقى ريليتد يعني انت لما بتلاقي حد زيك في السن بتكون قريب معاه فبتكون ده بيديك دفعه اكتر يعني حاجه كده في العقل الباطن يعني. نكمل. So recapping a little bit, the whole picture. They go to Bing, they search for something like cure diabetes naturally, they see an ad, new diabetes cure found, they click the ad. They go to the sales tool you have, in this case like a news advertorial. They read it, if they are convinced, and they want to check out the offer, they click your affiliate link, they go to the advertiser site, they make the purchase, that's how you earn your money.
هو دلوقتي بيقول لك يعني انت عشان تمشي مع الفلو بس بتاع الاحداث اللي احنا ماشيين بيه. واحد بيبحث في بينج بيظهر له اعلان بيدوس عليه بيخش على سلندر او البري سيل بيج, بعد كده بيروح لصفحه الاوفر. الفلو بيمشي بالطريقه اللي احنا الاسهم ماشي بيها ديت. ولو لاحظت يعني لو لاحظت حاجه ان دايما هتلاقي يعني الافيليت ده مثلا ناصح لان هو استخدم الهيدلاين بتاع الاعلان موافق للهيدلاين بتاع البري سيل بيج. وفي حته بقى بتاعت في حته الاعلانات انا هتكلم عنها بس لما نوصل لها. الناس اللي بتعمل اعلان عملاق يعني الناس تقول لك انا ازاي اعمل اعلان عملاق ده طويل قوي كده, انا اصلا مسموح لي ب 25 حرف بس, هتكلم عن ازاي تعملها بس كمان شويه. So if we write down the steps, this would be a formula. We wrote them down, so you guys have the slides and what we talk about, you have unwritten, so you can replicate it yourself. طيب دلوقتي هو بيقول لك يعني ده الفورمولا من الاخر. يعني انت واحد بتخش تكتب تبحث بيبدا يظهر لك اعلان بتدوس عليه بتوصل للصفحه البري سيل بيج, لو اقتنع بيخش على صفحه المنتج بيشتري. انت كده يعني هذه الفورمولا بطريقه ببساطه. احنا كل ده لسه في مرحله الايه الابتدائي يعني. So very important when you're doing these things, you're going to be looking at ads, you're going to be looking at landers, you're going to be looking at offers, and you're going to start playing with them, you're going to start running your campaigns. And sometimes some people start running an ad about like a pills and end up selling like a book. So it's very important that you guys are congruent. So your ad, your lander, and your offer need to be congruent. They need to be about the same. اللي هو بيتكلم عليه دلوقتي ده اول حاجه يعتبر في مرحله مش هقول ادفانسد, حاجه في المتوسط كده. بس دي الحاجه اللي يعني لو انت ما عملتهاش انت بتدمر نفسك, لو عملتها بتفرق معاك 300-400% ار واي. تمام, ايه الكونجروينسي دي معناها ايه؟ معناها الفلو بتاعي ماشي ازاي, التوافق بتاعي ماشي ازاي. هو اتكلم قال لك ان انت ممكن تكون الصفحه بتاعتك بتبيع اقراص يعني زي دافز اللي شفناه من شويه, لكن يعني انت مكتوب في اللاندر كده في البري سيل بيج كده, لكن ازاي يخش على صفحه المنتج يلاقي فيديو اللي هو زي فيديو في كليك بانك وبعد كده يلاقي ان هو بيبيع كتاب البي دي اف بوك. فده مش كونجرومنت, ده مش منطقي. فازاي ما بيشتريش؟ فانت بتلاقي ترافيك كتير جاي مفيش مبيعات. فدايما اول حاجه بتفكر فيها ان المنتج بتاعك بيكون وحش. هو مش لازم المنتج يكون وحش, هو ممكن يكون ان انت بتعرضه بطريقه غلط. فالكونجرومنس دي اول اهم حاجه. ده حاجه انا ممكن تحطها 8000 خط وبتوصل لمرحله ان انت ممكن يكون الهيدلاين بتاع الاعلان لازم يعني لازم يكون كمان موجود في حاجه في المنتج بتاعك الاوفر بتاعك. So here's an example of congruency. The ad talks about how to reverse diabetes in 3 weeks. Then you go to your lander, they keep talking about the 3 weeks on the headline and they also talk about the video. And there's a picture of a video that if they click they go to the offer. When they go to the offer, there's a video. We took the screenshot, but this was a video. And the video is about the 3 weeks. And what you wrote on your sales page was what they are talking about in the video, so that everything's congruent. هو ده مثال حي من إعلان شغال دلوقتي الأفيليت, والأفيليت ده بيجيله ترافيك كتير, فغالبا الأفيليت ده بيعمل فلوس. وهنعرفك ازاي تعرف تميز الافيليت الكويس عن الوحش. يعني انت ازاي تقدر تخش على افيليت تقول ده بيكسب فلوس, ابص على افيليت ثانيه اقول ده بيخسر من غير بصه واحده بس. عندك الاعلان ده مكتوب فيه ايه في الهيدلاين؟ ريفرس دايبيتيز ابيس بريك ثرو. اتكلم هو التركه فين هنا؟ التركه ان هو في الاكسبكتيشنز, في التوقعات بتاعت الشخص اللي هكلمه. انا هعالج لك, هساعدك تعالج تخف من السكر في 3 اسابيع. دخل على الصفحه بتاعت البري سيل بيج او لاندر لقى نفس ال3 اسابيع. كمل بالاوفر لقى نفس ال3 اسابيع. انت اقنعته فانت دفع, انت خلاص اديته اوردر خلاص, هو مش حاسس بنفسه. فده بيزود معاك الكونفرجن ريت او معدل التحويل بطريقه عاليه جدا, بطريقه يعني رهيبه. So what are the differences between the successful affiliates and the ones that struggle for a long time? I wanted to make a mention on this because it is really important. I can show you the landers, the ads and the offers. But on the long term, if you don't do this, you won't be successful. And this is it. You cannot be emotionally attached to money. When you're running the campaigns, it's all you have to take. You cannot be neither too excited, neither like depressed. You have to be cold, and you have to calculate. You need to follow your own system. You need to set up some rules on how you optimize, how many
offers you test, how many ads you test, how many landing pages you test. And Abdullah is going to talk more about that in the next slides. So people who don't do that fail on the long term. And successful affiliates do the opposite. They have a system, and they are not attached to money. They can spend $1,000, and they understand that they are buying data. They are testing the offer and seeing if it works. They don't need those dollars to eat dinner that night. And if they don't get them back, then they jump out of a window or something. It's very important. This is a business, and you have to follow the system. You cannot be emotional about it. طيب. ده دي سلايدز من السلايدز المهمة جدا. بنتكلم فيها الفرق بين افيليت يعني بيعاني او مش لسه ما وصلش النجاح والسوبر افيليتس او الناس اللي هي عارفه تعمل ايه. اول مشكله بتقابل الناس كلها طبعا هي فلوس. انا معيش فلوس للترافيك فده بيخليني عقلي باطن. انا اول ما اصرف $80 او $100 هبدا ان انا مجيبش فلوس هبدا ان انا اقفل الكامبين او اقفل الاعلان. عايز اعمل حاجه. انا دايما عايز اعمل حاجه بسبب ان انا متعلق ماليا. فلازم الحته دي تتخلص منها. حتى لو معاك هتخسرهم كلهم شيل حته من دماغك عشان تبدا تاخد قرارات صحيحه. طيب تاني حاجه هو اتكلم عنها فكره السيستم. اشتغل طول عمرك في ترافيك مهما كنت انت شخص واحد. اعمل سيستم اوت سورس. يعني احنا عندنا فريق متكامل وابن عمتي شغال معانا حازم مجدي هو ماسك الاوبريشنز بتاعت بينج. احنا كل واحد ليه وظيفه معينه معروف هو بيعمل ايه. ده بيطلع حملات دي ماسكه التكنيكال او الاكواد الصفحات الكلام ده كله. انا مثلا اساعد في الاوبتمايزيشن ده يحط الخطط هكذا. لازم يكون عندك سيستم ماشي عليها مش فكره اطلع حملات. الحماسه على قد ما هي بتكون حلوه في السي بي اي مهمه جدا انك تتحرك على طول على قد ما هي ممكن تضرك انك بتاخد قرارات اسرع من المفروض ان تاخدها. So how to detect affiliate ads from now on when you guys are searching stuff on Google or Bing? I want you to keep attention of what kind of ads are running in there. Some ads are like a big brand has a product, they drop $1 million a month or a year in online advertising, and they're not really affiliates, they're not looking for that instant conversion. But others are looking for that instant conversions. Those are the affiliates, and now we're going to show you the differences between the two ads. اللي هو بيتكلم فيه ده دلوقتي ان هو هيوريك صوره حيه ازاي تفرق بين اعلان حلو او اعلان سي بي اي خاص بالسي بي اي واعلان خاص بحاجه ثانيه. انت كسي بي اي بتدور على نوعيه معينه زي ما قلت من الاعلانات. النوعيه ديت هي النوعيه اللي بتجيب معاك التحويلات وهتشوف مثال حي عليها دلوقتي. اعلانين هيبقوا قصاد بعض. كمل اتفضل. So here this example you can see the first ad Affinitor. That's a brand. They are selling a diabetic product and they're building a brand. It's like if you go to buy skin cream, you'll see L'Oreal and things like that. They are big brands. They are not your competitors really, although they bid on your keywords. Your competitors are people like New Diabetes Cure Found, 5 Steps to Cure Diabetes. And then you look at their domain. It's not a domain brand. It is a kind of like a results kind of domain. Cure diabetes in 3 weeks, cure.login.org/diabetes. They are like results oriented. That's how you kind of see those are affiliates. Instead, here we have diabetes research and they do surveys. These guys are not affiliates, so you don't need to bother much about what landing pages they are using. You don't look at them, you just look at the affiliates. This last one, it talks about product that's FDA approved. That means it's a medication. You guys as affiliates never will sell medications. You stick to natural supplements. So you don't care about those guys neither. طيب اللي هو بيتكلم فيه ده بيقول لك انت كواحد CPA marketer او media buyer خلاص قول اسمك اسمه كده. انت واحد داخل دلوقتي بتعمل research وبتقول لي انا هستخدم اعلانات ايه. انا بيجي لي السؤال ده على طول. ايه الاعلانات اللي المفروض استخدمها؟ لو بصينا في الصفحه ديت هتلاقي الاعلانات اللي على الشمال عندك تحت. اول اعلان عندك خالص لو افنتور ده اعلان براند ده يعني عندهم المنتج بتاعهم. دول مش سي بي افيليتس. مش هم دول الناس اللي احنا بندور ان احنا ناخد افكار منهم. زي الناس برضو بتاخد اعلانات من امازون. امازون براند خاص بنفسه. انا ما اخدش اعلانات منه. ده مش سي بي اي ستايل. مش الستايل بتاع السي بي اي. زي ما في ستايلات في اللبس في ستايلات في الاعلانات بتاعت السي بي اي. بص على الاعلانات اللي على اليمين كده. تايب 1 ريسيرش تايب 1 دايابيتس ريسيرش يعني النوع الاول فحص في علاج النوع الاول من الدايابيتس لان الدايابيتس فيها 4 انواع. وتاني اعلان برضه بين فيلم دايابيتس. الاعلانات دي اعلانات
بيسوقوا بطريقه ثانيه، يعني مش هي الطريقه الكسي بي اي ماركتر انت عايز تسوقها في بينج. على العكس الاعلانات اللي على الشمال دايما السي بي اي الافيليت يعني الناصح بيعتمد على الريزلتس النتائج. بمعنى اصح انا كواحد بعاني من الدايبيتس هبدا افكر انا بعاني من ايه. انا بعاني من ان انا بكره الانسولين انجكشنز او اللي هي الشكشكه بتاعته، يبقى انا هعالج لك، يبقى انا هقول لك انك لو استخدمت المنتج ده ما عادش هتحتاج ان انت هتاخد انسولين لان انت هتحتاجك تبقى احسن. فانا ابدا ان انا اجيب لك النتائج اعالج لك المشاكل النفسيه اللي بتجيلك بسبب المرض اللي عندك ده واحطها لك في صوره الاعلانات واخليها كونجروينت ومتطابقه في الصفحه بتاعت البيكسل بيج، وبعد كده بتكمل يعني. So now Abdullah is going to do a live session on research and is going to show you us some tools and that you use that we use for sniffing out our competition. طيب الحاجه دي هنعملها لايف مع بعض. انا هوريك دلوقتي شويه اعلانات انا كتبتها وهوريك الاعلانات ديت يعني ما صح دي كيلر حاجه يعني رهيبه يعني استخدمناها وجابت ده كويسه في حاجات كتير. طيب نبدا الاول مع بعض نشوف اللايف ريسيرش هنتكلم عليه ده. ده مثال على الصفحه اللي احنا كنا بنجيب على بنتكلم عليها وهقول لكم الصح يعني الحاجات اللي مهمه قوي فيها. المشكله في الافيليتس او المشكله اللي خليني انا ما اقول لك حاجه، هو الفكره كلها في السي بي اي كيوردز هي نفس الكيوردز اللي انت بتستخدمها انا بستخدمها اد ولاندر واوفر، هم الثلاث حاجات دول انا بستخدم نفس الثلاث اليمنتس دول او الثلاث محتويات دول زي اللي انت بتستخدمهم، بس انا بجيب نتائج انت ما بتجيبش او انت بتجيب نتائج انا ما بجيبش. طب ليه الكلام ده؟ لان انا بحط تركيزي في المكان الصح لكن الافيليتس اللي ما بيجيبوش نتائج بيحطوا تركيزهم في مكان غلط. وانا هقول لك دلوقتي انت ايه الحاجات اللي بتركز فيها وكل الناس بتسالني فيها وما لهاش اي لازمه، انا ما بحطهاش في اعتبار اساسا لكن انا بركز في الحاجات اللي بتجيب مبيعات على طول. طيب نمسك اللاندر ديت، اول حاجه تلاحظها فيها ايه؟ اللوجو ده بيفتكس لوجوهات، مجرد ان انا رسمت لك قلب وعملت لك حركه كده فيه انت افتكرت انها براند وافتكرت انها اثورتي. طيب الهيدلاين ده من اهم الحاجات في اللاندر. انا لما جربت هيدلاينز كتير وبس عملت حركه بس ضفت كلمه مثلا ضفت كلمه ناتشرال يعني طبيعي، يعني انا هعالج لك المرض بتاعك طبيعي، الحركه دي 3% زياده في الكونفرجن ريت. عارف يعني ايه 3% زياده؟ يعني لو انت بتصرف $100 مثلا وبتجيب $200 هتصرف نفس المية هتجيب بدلها $400-$500 بس ضفت كلمه واحده. الناس بره في امريكا عندها هوس ان هم ياخدوا اي حاجه طبيعيه، يعني ما ياخدوش حاجه لها علاقه، ما بيحبوش الادويه، ما بيثقوش في الحكومه على قد الصحه هناك متعاليه ازاي والنظام ازاي، بس الناس هناك عندها هوس انا عايز اي حاجه بس ناتشرال. اكتب اي ناتشرال في اي حاجه في اي نيش مش دايبتس بس هتعلي معاك الكونفرجن على طول في ساعتها وهتشوف منها ده ديت. بس لازم تكون واخد بالك من حاجه انك لازم تعملها في الاعلان وفي البريسيل بيج وغالبا هتلاقي كل الافراد بتقول لك كلمه ناتشرال في اي حته. طيب تاني حاجه اللاندر دي حاطين فيها صوره الست الكبيره دي ليه؟ دايما في ناس عندها اعتقاد كده ان انا لما احط صوره بنات صغيرين الناس هتقرا اللاندر. الكلام ده غلط. مين اللي هيقرا الكلام ده؟ مين اللي هيبحث عن الكلام ده؟ اللي هيبحث عن الكلام ده واحد عنده سكر، واللي احنا قلنا ناس كبار في السن. خد بقى الانتل دي مني او اللي هي المعرفه دي مني، بينج 90% منهم ناس فوق ال 40 سنه و 45 سنه. يعني بينج الناس اللي بيستخدموا بينج ناس كبار جدا في السن. ليه؟ لان هم بينج ده بيظهر للمتصفح الانترنت اكسبلورر. انت متخيل واحد بيستخدم الانترنت اكسبلورر دلوقتي؟ فانت الناس اللي بتستخدم الانترنت اكسبلورر دي ناس كبار في السن مش فاضيين يحطوا كروم ما يعرفوش حاجه، فهيريليت يعني هيصدقوا قصه اكتر. القصه اللي بتحكي تاني حاجه مهمه في اللاندر ديت، اللاندر دي بتحكي عن ايه؟ شوف هي كلها بسيطه جدا يعني هي ما فيهاش كلاكيه كتير. اللاندر دي بتحكي عن قصه واحده اسمها اللي هي اسمها هنا ساره، جربت منتجات كتير وتعبت وعانت وبتحكي عن كل الالام بتاعتها. هو بيركز دايما في اللاندر او بيسل بيج لازم تركز حاجات معينه، لازم تركز ايه البين اللي عندي، انا ليه بشتكي، انا بشتكي من ايه. هو الشكوى مش في الدايبيتس مش في السكر، هو الشكوى من اعراض السكر اللي هي ما بعرفش اكل كويس، في ناس بتحب الاكل، الحقن كتير، ما بعرفش اتحرك كتير، الاعصاب، حاجات كتير قوي. طيب انت عارف المشاكل ديت، اول ما تبدا انت تبدا تحط حلول للمشاكل دي يبقى انت انا مش هقول لك انا هعالج لك الدايبيتس، انا هعالج لك الاعراض اللي بتاعت الدايبيتس. تمام كده؟ طيب زي ما قلنا اللي انا بتحكي عن قصه واحده كان عندها مشاكل جربت حاجات كتير وبعد كده شافت فيديو، الفيديو ده
هو اداها زي ما تقول مفتاح يعني ان هي تحل كل مشاكلها وبقت دايبتس فري وبقت رجعت عند 20 سنه تاني. فهنا برضو تاني حاجه مهمه موجوده في اللاندر ديت البوزيشننج. يعني ايه البوزيشننج؟ يعني انا بقول للناس تعمل ايه بالظبط. انا بقول للناس انت كل اللي مطالب منك تخش تفعل الفيديو ده. حلو. الفيديو ده فيديو لاوفر او برودكت موجود في كليك بانك. يبقى انا بحط لك في عقلك ان انت داخل تتفرج على فيديو. انا مش بقولك خش اشتري، انا بقولك خش اتفرج على فيديو. الفيديو ده هيقوم قافل المبيع على طول. انا في الاول قلت لك الست دي كان عندها مشاكل كتير، بعد كده جربت شافت الفيديو ده حل مشاكل كتير. انا حطيت البريسل، انا خلاص اديت هيئت عقلك مع الفيديو، هتبقى انت كده خلاص الدنيا ظبطت معاك. دي نوع من اللاندر. واللاندر ديت اتش تي ام ال، يعني لا اوبتمايز بريس ولا ليد بيجز ولا اي حاجه من الحاجات ديت. وكل اللي بيستخدم الكلام ده في السي بي غلط. خلاص احنا اولا ما بنعملش ايميل ماركتنج اساسا، يعني كل الارقام وكل الفيجرز اللي عملناها من غير ولا ايميل ليست ولا سبسكرايبر ولا اي حاجه في اي حاجه خالص. كل الكلام ده صفحات زي كده خلاص. بس انا بيجي عليا وقت انا مش بشوف صفحات غيري، انا ممكن اخد منهم افكار وانا اكتبها من اولها لاخرها. خلاص انا عارف، انا عارف اكتب ازاي، عارف اكتب بطريقه المبيعات ازاي، عارف ازاي اخش للهدف على طول، او ان انا اخش عارف البين اللي عند الناس من ايه، عارف انا انت بتوجع من ايه. لما يكون عندك ضغط انا عارف ان ايه اللي بيضايقك، فابدا اخش لك عليه وابدا اخش لك من الناحيه دي واكتبها بطريقه قلنا بتاعت السنس بتاع السي بي اي. طيب نشوف صفحه ثانيه. الصفحه دي بتتكلم على الانجل بتاعت ايه. الانجل دي معناها الفكره. انا بكلمك على فكره نسبه السكر في الدم. كل اللي اتكلموا عن الدايبيتس كالسكر، انا كلمتك عن نسبه السكر في الدم وان انا هساعدك انك تقللها. وهنا بقى عمل حاجه غريبه خالص، جاب لك ناس عاديه خالص وبدا برضو يحكي لك قصتهم. طيب هل اللاندر ديت الناس تقول لك هو بينج توافق على اللاندر دي؟ اه توافق عليها، ما توافقش عليها ليه؟ بس انا كان عندنا صفحات بنقول فيها دكاتره ممكن نحط فيها صوره مشاهير ويتوافق عليها. الفكره في الصياعه، وتوافق عليها ليه؟ لان انت ما بتقولش ان مثلا الممثل الفلاني خد المنتج ده وخف. انت كل اللي تعمله حط الصوره بتاعته، حط الصوره بتاعته بس، وقوم بعدها قول. ودي بقى برضو من اصيع الحاجات انك تاخد الصفحات دي ممكن توافق عليها في جوجل ذات نفسه فعادي. يعني هتقول الممثل ده خد حاجه خففته، ساعدته ان هو يعيش حياه افضل فيها فيتامين سي. اه وبعد الصدفه المنتج بتاعنا فيه فيتامين سي. انا وصلت للزارع، انا وصلت له رساله ان فيتامين سي ده هو اللي فيه السحر كله. اه وبالمره فيتامين سي ده موجود في المنتج بتاعنا، فيبدا ان هو ياخد المنتج بتاعنا. هل الترافيك سورس او بينج تقدر تقول لنا اي حاجه؟ ما تقدرش تحقق بقها، لان انا ما قلتش ان الممثل الفلاني خد المنتج بتاعنا، انا قلت ان هو خد حاجه فيها فيتامين سي. ده حاجه طبيعيه جدا. زي برضو ما تستغل القصص اللي موجوده بتحصل في التي ام زي وفي المواقع الفوكس نيوز وفي الحاجات اللي زي كده. انت بتشوف صوره مثلا واحده في مثلا في مجال زي التخسيس، الناس كلها بتحب المجال ده. طيب كيم كارداشيان او اي الناس الممثلين دول خسوا كتير. انت كل اللي بتعمله بتعمل ايه؟ تاخد القصه الحقيقيه تقول ان هي خسرت ليه؟ هي قالت ان هي عملت تمرينات وخدت اعشاب طبيعيه، اعشاب طبيعيه مثلا مش عارف زي هيرب ايه وبتاع ايه اعشاب ايه. ترجع تقول اه بالمره في واحد منهم موجود في المنتج بتاعنا. يبقى انت كده دخلت العقل غير باطن للزائر بتاعك وخليته يفتكر ان الممثل خس بسبب الاعكه دي. لكن طبعا كان ده مش حقيقي ولا اي حاجه، ده كلها صياعه ولعب بالالفاظ. وانا هوريكم يعني حركات منها بتبقى عامله ازاي، يعني دي بتبقى لغه ثانيه خاصه بيه. فدي اللاندر برضو هيبعت لكم، هيبقى معاكم الملف، هيبقى معاكم الملف ده بحيث انك تقراها وهتشوف الطريقه اللي الناس بتكتب بيها اللاندرز ديت. خلاص انت مش لازم الصفحه بتاعتك تكون طويله عريضه، مش لازم تكون صحيفه يعني عشان الناس تروح عشان تقتنع. بالعكس انت ممكن تكون صفحه في الجون صغيره تو ذا بوينت على طول وهتجيب معاك نتائج. ده صوره للاوفر اللي هو اللي اسمه جلوكوسيل. ده حركه صايعه قوي الناس بتعملها وانا بعملها في اللاندرز او في البريسيل بيجز. بيعملوا ايه؟ اجيب لك براندات كبيره قوي، اقول لك هيلث، اقول لك فوكس نيوز، اقول لك سي ان ان، اقول لك كل المواقع الكبيره جدا فحت، واكتبها واخلي بينج توافق عليها غصب عنهم. واقوم كاتب ايه بقى؟ الناس اللي بتشتغل غلط يقول لك as featured in، الناس اللي بتشتغل صح ممكن يقول لك ايه؟ ads seen on. ads seen on يعني
في الموقع ده احنا الموقع بتاعنا اتعمل اعلانات على الموقع الكبير ده. كده انت متوفق كده انت ليجل كده انت تمام كده انت مفيش اي مشكله عندك وكده انت محدش عارف يتكلم معاك. على فكره الحركات دي بتفرق معاك جدا في معدل التحويل. خلاص معظم الناس هم يجي هيراها ان هو اتشاف على البراندات الكبيره ديت واتشاف على المواقع الكبيره دي فهيطمن اكتر. بس انا ما قلتش ان هو اتشاف، انا قلت اعلاناتي اتشافت اللي بتودع الموقع ده. تعال اثبت بقى، تعال اثبت بقى واسالني الاعلانات بتاعتي دي فين. ف دايما فكر في القدام، بلاش تشتغل شغل يمين وشمال في الاخر حساباتك هتتقفل. فاشتغل صح هتقدر تجيب ارقام، وهجي ارقام بقى حساباتك وهدي نصايح ازاي انت تحافظ على الحسابات ما تقفلش معاك ابدا. ده كان صفحه للمنتج. برضو لاحظ، برضو ملاحظين حاجه، ناس كبار في السن ودايما يعوق على فكره الكابلز. ليه؟ عشان لو اللي عندها لو اللي بيبحث ست هتشوف ان هي ست، لو اللي بيبحث راجل هيلاقي راجل. يبقى انا ما بضيعش مني عميل. انت ممكن تبقى حركه ذكيه جدا، انت ممكن تاخد سكرين شوت، يعني تاخد صوره من الكابلز دول وتحطهم في البريسيل بيج بتاعتك. ايه المشكله؟ انت كده ايه الفكره؟ ايه اللي انا عملته لما عملت الحركه دي؟ انا كده بقيت مور كونجروينت. مور كونجروينت يعني انا ده الزائر دخل لقى نفسه الصورتين دول في الصفحه اللي قبل الاوفر ودخل لقاهم في الاوفر. هو خلاص حركات زي كده 4-5 اضعاف معدل التحويل بتاعك. فكر فيها لما تكون بتصرف $1,000 في اليوم، $2,000 في اليوم، هتلاقي الموضوع معاك فتح في بروفيتس عاليه جدا. وهو ده يعني احنا الحمد لله من الناس اللي كانت معديه ال 50% ROIs على مدار اكتر من 8 شهور. في خصوص ان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تحافظ على النسبه زي كده، والسبب حاجات بسيطه جدا. عمر الموضوع ما كان ان انا اعمل حملات من اول وجديد كل مره، ودي من اكتر حاجات اللي انبه عليها. الناس بتشتغل في حاجه غلط، ان هي يصرف $100 بعد كده يقول لك الحمله ما جابتش نتيجه، خلاص اعمل حمله جديده. يصرف كمان $100 ثانيه يقول لك ما جابتش نتيجه. ليه؟ حمله واحده بس، اشتغل على حمله واحده بس مش واحد بس. ما تفكرش في حاجات كتير، ركز في حاجه واحده بس وهو دي كمل عليها. اعمل فيها اخطاء عدل كمل عليها، وهنتكلم في الحته دي بعدين. طيب بالنسبه للريسيرش، الناس تقول لك انا اجيب صفحات المنافسين دول منين؟ خلاص ده اكتر سؤال بيتسال. اجيب الصفحات اللي انت بتقول عليها حلوه تيجي منين؟ او اعرف منين ان المنتج اللي انا هسوق له ده حلو ولا وحش؟ طب ما ممكن يطلع منتج زباله، ممكن يطلع منتج اي كلام، صح؟ اعرف منين انا؟ انا قبل ما ابتدي اي نيش او ابدا ابتدي اي حمله انا عارف ان المنتج بتاعها شغال، وبيكون معايا الصفحات بتاعه اكبر ناس بيسوقوا المنتج ده. والموضوع بسيط جدا، هو كله في عمليه الريسيرش والبحث اللي انتم شايفينها ديت. يعني انا مثلا كل اللي جبته موقع زي سيميلر ويب، موقع مجاني، في طبعا البيد اللي هو تدفع فلوس عشان تشوف معلومات اكتر، بس بالعضويه المجانيه كلام بسيط جدا. عضوش الدنيا بالعضويه المجانيه هتشوف كل البيانات اللي انت محتاجها. تعالى كده، انا خدت، انا هنا ابتديت منين؟ ابتديت من الاعلان؟ لا، انا هنا ابتديت من النهايه، ابتديت من الاوفر، من المنتج بتاعي. انت حاطط المنتج، الدومين بتاع المنتج بتاعي، وقلت يا سيميلر ويب حلل لي المنتج ده ايه الدنيا فيه ايه. والله قال لي الترافيك فيه مش بطال، الترافيك فيه، عشان اكبر بس الصوره، انا مش عارف بس اخش يمين. كنترول سالب مش شغال، انا مش عارف. طيب ماشي، هو تقريبا هو كده مظبوط تقريبا. طيب دخلت على سيميلر ويب، كتبت الدومين بتاعي، بدات من الاخر. انا كده عملت حاجه اسمها ريفرس انجينير، يعني بدات من الاخر. اداني ان الترافيك موجود كام؟ 74,000. 74,000 يعني الموقع ده او المنتج ده بيجي له اكتر من حوالي 75,000 كليك في الشهر. كمنتج في السي بي اي عامه، مش كليك بانك، كليك بانك هتلاقي منتجاتها مليون، 2 مليون، 2 مليون عادي جدا، لان كليك بانك من اكبر الشركات المعروفه مش على مستوى العرب بس، على مستوى العالم كله. فكمنتج في السي بي اي بقى خاص شويه، بقى برايفت شويه، مش لكل الناس، ما بيسمحوش لافيليتس كتير يسوقوا له، مش عايزين اي شغل اي كلام، عايزين الناس اللي بتفهم بس هي اللي تشتغل فيه. فده رقم حلو مش بطال. طيب ايه بقى اول حاجه اخد بالي منها؟ اخد بالي من الكيرف. الكيرف ده بيقول لي ايه؟ الكيرف ده بيقول لي ان المنتج ده ابتدى في مارس 2016 صغير، حلو، بدا يكبر. يعني ايه بدا يكبر؟ يعني المنتج ده بيبيع، يعني شغال، يعني
بيجيب نتائج مع مسوقين. طيب حلو، جه في شهر من الشهور وقع، شهر واحد بس اللي وقع فيه، ممكن يكون الهوستنج وقعت، ممكن يكون حصل مشكله في الميرشنز اكاونتس او في الحسابات البنكيه بتاعه المنتج ده، ممكن يكون حصل في اي حاجه. الدليل اللي انا خلاني اقول كده، شوف بس دي الفرق بين عين، يعني طريقتي في التحليل هي دي اللي طريقه التحليل هي بتفرق بين مسوق ومسوق. انا طريقتي قرايه قرايتي للبنات ديت هي اللي بتقول لي كده. تاني شهر لقيت البيك تاني بدات تعلى تاني، يعني الناس دي رجعت تاني يشتغلوا زي الفل. طيب تاني حاجه خد بالي منها ايه؟ المنتج ده انا هسوق فين؟ على فكره انا شغلنا كله في كل الارقام اللي شفتها وكل حاجه احنا شغالين فيها والفيجرز الحمد لله انا كلها في اليو اس، يعني في امريكا، يعني في اصعب دوله على مستوى العالم في المنافسه، يعني كمان اصعب حاجه خالص. تمام. طيب المنتج ده لقيته ان هو بيتباع اكتر 92% و6 في امريكا، يعني المنتج ده كل اللي بيسوقوه اللينكات بتاعته في امريكا. تمام. طيب الحته دي مهمه قوي دي بقى، دي تركزوا فيها عشان دي بتفرق برضو، مهمه جدا. في ناس هتقول لك انا هجيب لك منتج بيجي له اكتر من 1,000,000 كليك في الشهر، مش 75,000، وهتشغله حمله على بينج ومش هيجيب نتيجه. طب ليه؟ حد عنده فكره؟ حدش عنده فكره؟ طيب السبب واضح جدا، مواقع الترافيك مختلفه وطريقه تسويقك في المواقع مختلفه وطريقه العرض بتاعت الاعلانات ديت لكل موقع ترافيك مختلفة على العميل. حتى في بينج ذات نفسها مختلفة، في نوعين من بينج، اللي هو سيرش اللي هو الدايركت اللي هو موجود لما تخش بينج على طول تبحث، في حاجة اسمها السنديكيت اللي هو بيظهر في المقالات، يعني واحد بيخش يقرا مقالة عن السكر بيلاقي اعلان ظهر له، الاعلان ده اسمه سنديكيت او في المواقع المرتبطة مع بينج. فطريقة الزاير، طريقة رد الزاير وطريقة تفاعل مع الاعلان مختلفة. طيب ايه الكيرف ده بيقوله لي؟ الكيرف ده بيقول لي ان الموقع ده الاوفر ده او المنتج ده بيجي له معظم الترافيك بتاعه من ريفيرالز. ريفيرالز يعني ايه؟ يعني زي افيليت، يعني ناس متعامله معاه دايركتلي عادي، زيها زي الدايركت. هو الريفيرالز والدايركت في سيميلر ويب الاثنين تقريبا نفس الحاجه. الدايركت على طول ممكن يكون اورجانيك، ممكن يكون بيد، يعني ممكن يكون ده او ممكن يكون ده. الريفيرالز ناس زي افيليت. طيب بصوا على الحته دي، بصوا على الديسبلاي. ايه الديسبلاي ده؟ الديسبلاي ده حاجه زي نيتف، لو تعرف لو تسمعوا حاجه اسمها نيتف. نيتف ده يعني اعلان بيظهر وسط مقاله، بيكون شبه يعني شبه الكلام اللي مكتوب في المقاله على طول، مش عايز اتوهكم ما نطلعش بره الموضوع. فالاعلان ده الجراف ده بيقول لي، الجراف ده بيقول لي ان الاوفر ده شغاله في بينج هيشتغل حلو زي الفل، ده هيجيب نتيجه في بينج. طيب لو الديسبلاي هو كان عالي قوي زي الفكره زي الاوفر اللي قلت لكم عليه اللي هو بيجي له 1,000,000 كليك في الشهر، ولقيت ان الديسبلاي عالي جدا والباقي واطي جدا، معناته ايه؟ معناته ان المنتج ده بيشتغل لما يتعمل له بانرات اعلانات، بانرات غير سيرش. السيرش يعني انا ببحث، انا متضايق، انا عندي مشكله بحاول احلها. بانرات يعني انا مش مهتم بالموضوع، انا مجرد ان انا براوز على المواقع بلاقي اعلانات عماله تظهر لي، انا مش عايز. يا اخي انت بتظهر لي برضو اعلانات، لكن السيرش البيت سيرش انا بدور انا ببحث. فطريقه تفاعلك مع الاعلان ده غير طريقه تفاعلك مع الاعلان ده. فاي انت تري دلوقتي هنخش على كليك بانك هتختار منتج، احنا شغالين فين؟ في بينج ادز، كل الكلام ده على بينج ادز مش على فيسبوك مش على جوجل. طيب هتشوف الكيرف ده، هتحط الدومين بتاع الاوفر بتاعك، لو لقيت ان عندي السيرش الريفيرالز الدايركت ثلاثة كويسين اشتغل دوس على طول. لقيت الديسبلاي عالي جدا برضو ممكن تدوس، لو الموقع لو الاوفر ده بيجي له ترافيك كتير جدا، يعني بيجي له مئات الالاف. فمئات الالاف لما تكون 10% في مئات الالاف هتبقى برضو نسبه كبيره، يعني معناته ان الاوفر ده ممكن يشتغل في بينج، لان احنا شفنا كتير اوفرات لقينا الحاجات السيرش بتاعها تقريبا صفر، يعني تقريبا ممكن تشتغل حلو في النيتف بس ما تشتغلش حلو في بينج. فدايما ابتدي دايما بحته السيميلر ويب، دايما اول ما ابتدي هنسوق هنطلع حمله ابتدي بالموقع ده، ما تقوليش بقى مواقع بقى اشترك فيها، هو الموقع ده ده اللي انت محتاجه وده اللي احنا 90% من شغلنا بيعتمد عليه. طيب اجيب بقى الصفحات بتاعه اللاندرز منين او الناس منين؟ هتنزل تحت بص على المنظر ده،
حاجه اسمها توب ريفرنج سايتس. يعني ايه توب ريفرنج سايتس؟ يعني اكتر موقع بتبعت ترافيك للموقع ده. لو بصيت كده ترافيك tracking.lifestylejournal.com ده دومين بتاع سي بي في لاب. خلاص سي بي لاب ده تراكنج سوفت وير. خش اقرا عنه، ده اقوى تراكنج واحنا بنستعمله. تاني واحد هتلاقي بلاد شوجر نيوز. تالت واحد اهو ده اللوجو بتاع سي بي لاب برضو، track.curediabetes in 3 weeks. شايفين الناس ديت؟ الناس دي بيجي لها ترافيك كويس، فالناس دي بتعمل فلوس. فدي من اكبر الناس اللي بتجيب ترافيك للاوفر ده. وايه؟ طب ده ريفرنج سايتس. الريفرنج سايت ده كان واخد كام في المية؟ كان واخد 38%، يعني اكتر من تلت الترافيك ده، يعني حوالي حاجة وعشرين الف كليك في الشهر بتيجي من الاربع مخبص مواقع دول. يعني تقريبا كل موقع بيبعت، ممكن يكون بيبعت لو هم ايفن 10,000 كليك في الشهر، يعني 300 كليك في اليوم. يعني لو قلنا كليك في اليوم في بينج في النيش ده ب 80 سنت، يعني كل واحد من دول ممكن بيصرف $200 في اليوم. دي طريقه قرايه البيانات. طيب هتعمل ايه عشان تعمل تجيب اللاندر زيت؟ هتبدا تاخد كل لينك فيهم وتخش عليه وتعمل عليه هو ذات نفسه سيميلر ويب. يعني ده انا هاخد ترافيك تراكنج دوت لايف ستايل جورنال ده وهعمل عليه سيميلر ويب، هجيب المواقع بتاعته. يعني زي ايه مثلا؟ انا مثلا معلش عشان ما توكوش معايا، في حاجه اسمها التوب ديستنيشن سايتس وفي حاجه اسمها التوب ريفرنج سايتس. توب ريفرنج سايتس يعني المواقع اللي بتبعت ترافيك للدومين بتاعنا. توب ديستنيشن سايتس يعني بعد ما الراجل بيشتري بيروح فين، المنتج ده بيوديه فين؟ بيوديه على يوتيوب، بيوديه على جي ان سي، بيوديه على لاكي فيتامين، يعني بيوديه على مواقع تانية. طيب ايه تاني هنا عايز اقراه؟ السيرش، البحث، قلنا ممكن يكون مدفوع او ممكن يكون اورجانيك. خلاص بيقول لك ان الناس اللي 30% من ال 7%، يعني المنتج ده بيجي له 7% ترافيك خلاص كسيرش، تلتهم مدفوع. خلاص تلتهم مدفوع، وجاب لك الكلمات كمان اللي هم عاملين عليها بيدنج، يعني عاملين عليها ان انا لما حد يبحث عليها يجي له يعني يظهر له الاعلان بتاعي. يعني كل الكلمات دي انت تقدر تستعملها عادي جدا. في منتج ممكن يقول لك ما تستعملش الكلمات بتاعتي، ده طبيعي ما فيش مشكله. في منتج ممكن يقول لك لا عادي براحتك طالما كان مفتوح. طيب ايه السوشيال 20%؟ معناها ان المنتج ده شغال حلو على الفيسبوك. يعني ايه شغال حلو على الفيسبوك؟ يعني في ناس بتسوق للمنتج ده عن طريق الفيسبوك عادي جدا، فيسبوك، تويتر، او كل السوشيال ميديا. لازم تكون بتعرف تحل، لازم تكون بتعرف تقرا، مش بتعرف تقرا انجليزي، انا قصدي بتعرف تقرا الارقام ديت، لان قرايتك الارقام دي هتحدد انا اوفر ده اشتغل عليه انهي طريقه، ابحث فيه فين. لو لقيت مثلا ان 90% من الترافيك ده جاي من فيسبوك، لما اجي اعمل ريسيرش، لما اجي اعمل بحث، هدور في بينج؟ لا، هدور في فيسبوك. ليه؟ لان الناس كلها شغاله في فيسبوك. انت دايما لما بتخش حاجه جديده ما بتخترعش، ما بتريش من الصفر، اشوف ايه اللي موجود، الناس دي شغاله ازاي. لما بتيجي تسوق عربيه ما بتروحش انت لوحدك بتسوقها، انت بتشوف واحد بيسوق يعلمك، او بتشوفه بيتحرك ازاي، وبتبدا انت تجرب من اساسه. اول مره ما بتجيش صح، ثاني مره ما بتجيش صح، تبدا مره في مره تبدا تتحسن وتبدا ان انت تجيب نتائج احسن. انا مش عايز اخر بس عشان الوقت سرق مننا. ثاني حاجه عايز اتكلم عنها هنا هي فولو نت. نتصل. I'm sorry, I think I took too much. Got us Wi-Fi? Yes. I'm sure Wi-Fi is going to go. You just need another tool. Okay, طيب عشان تتكلموا في فولو نت، لحد بس ما اعرف نجيب واي فاي ولا حاجه. فولو نت ده في اخر كولوم فيه زيه زي سيميلر ويب بالظبط. خلاص زيه زي سيميلر ويب. هتلاقي في الاخر اخر حاجه لما تخش فولو نت هتحط الدومين بتاعك، هتنزل تحت خالص. لما هتنزل تحت هتشوف حاجات غريبه قوي، هتشوف الاعلانات اللي الناس بتستخدمها. فاكرين احنا قلنا الناس دي شغاله قد ايه اعلانات ديسبلاي؟ 3% 4%، مش مشكله مش بطال. خد الاعلانات ديت وشوف الهيدلاينز اللي مكتوب عليها، شوف الكلام اللي مكتوب عليه وابدا ان انت استخدمه كهيدلاينز في بينج او في الاعلانات بتاعتك. تمام، هو ده الحته عايز تعرف فولو نت. هتلاقي فيه القسم اسمه لاندنج بيجز، في لينكات، اللينكات دي لينكات للاندرز موجوده وشغاله، فتاخدها وتبدا انت تستعملها. طبعا مش هتاخدها كوبي بيست كده على طول رزق خبط رزق،
خدها اقراها افهمها كويس. يعني انا عايز اقولك شفت ناس كتير قوي بتشغل حلقات من غير ما تقرا الرندر بتاعتها، ما ينفعش، لازم تقرا الرندر بتاعتك وتعدى عليها تحسنها شويه، مفيش مشكله. طيب نكمل العد ده انا كاتبهم. وايف فيكسد هير دايبيتس. بص انا هقولك بس حاجه عشان انا الوقت ما يجريش مننا. دي خمس اعلانات، دول اربع اعلانات صح كده. اهم حاجه لما تيجي تطلع اعلانات في بينج لازم تكون اعلانات مختلفه. الاعلانات دي بروفيتابل، يعني انت ممكن تاخدها تشغلها فلوس على طول. لازم تكون فيها بس نقطه معينه، لما تكتب اعلانات لازم الستايل بتاعك يكون مختلف تماما، ما ينفعش يكون نفس الاعلان. يعني ايه ما ينفعش يكون نفس الاعلان؟ يعني ما تقعدش تعيد وتزيد في نفس يعني الناس تعمل ثلاث اعلانات مختلفين او اربع اعلانات مختلفين لما يجي يطلعوا الحمله ويحطوا كل اعلان تقريبا نفس هو. لا بص كده، انا عندي كام طريقه هنا، بصوا عندي كده كام فكره انا استخدمتها. انا دول يعتبر اربع افكار مختلفين. طب تعالى احللهم لك. اول فكره why fixed her diabetes she got back her teenager shape. انا بص بلعب عليا. انت ست كبيره، طب انا هخليك صغيره، هخلي شكلك يبقى حلو. ده انا هخلي شكلك يبقى حلو ليه؟ لان انت هتبقى صحتك احسن. انا بلعب على محاور مفيش افيليت فكر فيها في بينج، وهو ده اللي بيخلي اعلاناتي كليك ثرو ريت بتاعها يجي 3-4%، مع اني مش مهتم اصلا بايه كليك ثرو ريت، مش مهتم اصلا بالكلام ده. ده مش حاجه تهتم بيها في بينج خالص. She got back her teenager shape. She used what celebs secretly using. معناته ايه الكلام ده؟ ان الزوجري عالجت السكر بتاعها، ان هي رجعت شكلها القديم اللي هي شابه، واستخدمت اللي الممثلين او المشاهير سريا بيستخدموه. اللعب هنا بالاعلانات ده رهيب. تاني فكره استخدمتها اعلان مختلف تماما، هانكس كراش درابيديس. في ممثل مشهور اسمه توم هانكس، حلو؟ طيب لو انت كتبت توم هانكس في اعلان مبروك، الحساب اتقفل. طب انا كتبت توم هانكس، انا كتبت هانكس بس، انا حر يا عم، انا اسمي هانكس. وهعمل لك حاجه حلوه، البري سيل بيج او الصفحه بتاعتك احط فيها واحد وهسميه هانكس برضو. بس انا انت لما اجي اقول لك هانكس، انت اول اسم يجي في بالك توم هانكس. لعب بالاعلانات ده هو ده اللي بيفرق افليت عن افليت، هو ده اللي بيخلي واحد يعمل فلوس بطريقه غبيه ويكسر الدنيا، وواحد تاني يقول لك انا مش عارف انا. طب ما هو نفس الاعلانات، اعلان صفحه اوفر، اعلان صفحه اوفر، هم نفس الحاجه دول، بس طريقه استخدام اليوم غير طريقه استخدامك ليهم. تالت اعلان فيهم ميل 51 سنه دايبيتس فري. دايبيتس فري، ما عادش عنده دايبيتس. قلت لك السن كام؟ 51 سنه. ليه؟ الناس اللي عندها سكر كبار في السن. انا بلعب على في حته السن هنا، بقول لك هيرس ريفيرز ان نيو سوليوشن. والله ده في براند اسمه هيلث اورج تقريبا، لو حد يسمع عنه، ده براند كبير جدا، بس انا ما قلتش هيرس اورج، انا بقول لك هيلث بس. الصحه طلعت احدث طريقه نيو سوليوشن، كليم يور بوتلز بيفور ذي، يعني خد الازازه بتاعتك بيفور زي ايه؟ بيفور زي ايه ده؟ هيعملوا ايه بعد كده؟ فانا اديتك فكره ان هم سكارستي، هخليك هيشيلوها، فانت هتدوس على الاعلانات عشان هتدوس، هتحاول تاخدها قبل ما حد ياخدها. الاعلانات دي يا جماعه قاتله، يعني مش هتلاقي افليت عادي بقى في كتابها. ناتشرال هيرب فيرسس دايبيتس. انا لعبت على فكره ايه هنا؟ الناتشرال، الحاجه الطبيعيه. يبقى انا دخلت لك من فكره ان انا بديك حاجه طبيعيه. تمام. ويرد تشاينيز بلانت، بقول لك حاجه صينيه غريبه كده بتعالج السكر. فارما فايتس تو كيب ات سيكريت. الفارما اللي هو الفارماسيوتيكال، يعني الشركات بره بتحارب ان هي تخفيها. الكلام ده ما فيهوش مشكله، الكلام ده يتقبل عادي جدا، لان حريه ده هيعتبروه حريه راي اكتر. تمام. طيب انا قلت هنا ايه؟ بتاع صيني كده غريب، ولازم لو انا قلت كده في اعلان لازم تكتبه في لندن، لازم تكتبه في الصحف بتاعتك. لو ما كتبتوش مش هتجيب حاجه، يبقى انت فقدت القوه بتاعتك. وعلى فكره الناس بتحب فكره انك تقول حاجه غريبه كده، بلانت غريب، بتاع غريب بيعالج، الناس بتهوس بالكلام ده كله. اخر انا عندنا هو نفس تقريبا اخر اثنين. عبد الله انا اتاخرت 10 minutes. نعم 10 دقائق السلايدز والاسئله. خلاص ماشي. اخر اثنين فكره الفايرال، يعني فكره سنت حاجه لسه طالعه ترند جديد، فدي فكره جديده. فعندنا ست اعلانات كتبتهم، كل اعلان مختلف تماما، الستايل بتاعه والفكره بتاعته كل حاجه مختلفه تماما. طيب الاوبتمايزيشن عشان الناس تبتدي، بس ها هطلع حمله هعمل ايه؟ بص نبتدي بس بالراحه كده، هنطلع حمله هنعمل ثلاث اعلانات مختلفه عن بعض. انت شفت الاعلانات المكتوبه ازاي؟ مكتوبه عامله ازاي؟ كل اعلان انا بخش بهاجمك من حته انت ما توقعهاش. مره دخلت لك من حس قصه الستوري، قصه ان انا واحده بتعالج السكر بتاعها، وممكن تعملها لجوزها. يعني انت تعملها ازاي؟ وايف فيكسد هازباندز مثلا دايبيتس، يعني الست بتعالج جوزها، فانا بخليها ايه؟
بتبقى خلي ازاي يعني ايه ست عليك جوزها من السكر فيخشوا فيقروا فلو النظره بتاعتك كويسه والقصه بتاعتك مكتوبه حلوه هيكونفرت وما فيش افلس بيعملوا كده يعني الافلس بيعملوا كده بيبقى سوبر ده بقى الليفل العالي جدا. طيب انا هبتدي الحمله ثلاث عيادات مختلفين تماما هبدا اشغل الحمله قلنا عرفنا ازاي نعمل ريسيرش بنبتدي من الاوفر لللاندر للادز انا وريتك طريقه الاعلانات اللاندر قلت لك هتخش فولو نت هتلاقي قسم في الاخر في تحت في اللينكات بتاعت اللاندنج بيجز اللي الاوفر ده بيجيله ترافيك منها والاعلانات برضو هيبقى فيه بانرات في فولو نت البانرات دي عليها هيدلاينز استخدمها قويه قاتله. طيب لو انت بتعمل تخسيس عشان لو في ناس شغاله في التخسيس تخش تعمل ايه تخش جوجل تكتب how to lose weight الكلام ده كله هتلاقي صور مجلات خلاص الصور المجلات دي بيبقى عليها هيدلاينز بيبقى عليها حاجات صغيره يا جماعه الناس بتدفع ملايين عشان ال 15 او 20 حرف اللي بيتكتبوا دول فانت تاخد الهيدلاينز ديت وتحطها في الاعلانات بتاعتك ولازم تحرص ان هي تكون موجوده في البريسيت بيج. بدات الحمله هعمل ايه او الكلمات ما تركزش خلاص الكلمات الكلمات ما لهاش لازمه انا بعمل بيدنج يعني بحاول اجيب ترافيك من ناس بتبحث عن كلمه فيسبوك يعني ممكن واحد يبحث عن كلمه فيسبوك انا عايز ترافيك من واحد بحث كلمه ملوش اي علاقه باللي بسوقه بس انا الاعلان بتاعي قوي جدا الاعلان بتاعي اللي يشوفه بيدوس عليه بيقرا الصفحه انا قوي برضو في الصفحه فبيخليه مبيعات ناس بتبحث عن يوتيوب ناس بتبحث عن جيمز بيشوفوا الاعلان بتاعي بيكونوا مهتمين بايه ده ايه ده لان ليه قلنا الناس اللي في بينك كبار في السن فدايما لو انت بتسوق لاي حاجه لها علاقه بالمرض هم عندهم يا سكر يا ضغط عندهم كل الامراض دي هتشغل الترافيك 50 كليكه للكيورد مفيش مبيعات وقفها الاعلانات 100 كليكه مفيش مبيعات وقفوا الاوفر هجربه 150 كليكه اقل حاجه مفيش اعلانات وقفوا هتلاقي 800 كلام 800 كلمه هتجيبهم من جوجل تجيبهم من بينج تجيبهم من اي عفريت ما همش اي لازم بكلمات ما تركز فيها مش موضوعنا خلاص we run out of time we need to jump to questions because otherwise I won't have to time to ask questions كم معنا وقت كم معنا وقت كان معنا وقت كان معنا وقت وقت خلص اسفين يا جماعه دي نتائج بسرعه للتستنج ده اللاندنج بيجز هتشوفوا على اليمين خالص البروفيت لوس اللي هو الارباح يعني وده كانت عن ال keep accounts forever دي ممكن تقراها في البيت كلام سهل جدا ما تغيرش لينك بتاع الديستنيشن لما تيجي ترفع كلمات لو في كلمه مكتوب عليها بيندنج ريفيو امسحها ما تهتمش بالايميل بتاع بينج ولو استلمت دايركت لينك في الاول ما تحطش حاجه فيها يا اما فيديو بيشتغل لوحده او لما تيجي تقفله يطلع لك رساله يقول لك مش هينفع تقفله الحاجات ديت ما تركزش فيها ملهاش لازمه كليك ثرو ريت ملهاش لازمه خالص ما تركزش في كليك ثرو ريت ركز في كونفرجن ريت معدل التحويل هو ده المهم السباي تولز مالكش دعوه بيها استخدم الريسيرش اللي ورته لك لما تيجي تعمل حاجه اصبر 48 ساعه ما تغيرش اكتر من كده السرعه غلط ما تقولش ان المشاهير بيستخدموا المنتج بتاعك عشان هيقفل لك الحساب وما تغيرش الديستنيشن لينك كتير اسئله شكرا اسفين انا خدنا وقت مفيش وقت اسئله مفيش دقيقتين حتى عبد الله رافيل عبد الله اكتف جدا على السوشيال لو اي حد كتب وعمل له منشن هيلاقيه بيرد عليه فعليا احنا رانون تايم يعني مفيش وقت خالص فعشان بس عبد الله ما يزعلش سؤال واحد طب سؤالين نجاوبهم بسرعه سؤالين نجاوبهم بسرعه ايه سؤالين نجاوبهم بسرعه سؤالين نجاوبهم بسرعه باشمهندس ما ينفعش طب تعال عبد الله و بس اساله بسرعه بقى ما هو خلاص انا اسف معلش استاذ عبد الله هو السؤال بتاعي بس حضرتك قلت الهيدلاين كان في حاجات عارضها كانت اكتر من 25 حرف دي هتقول على طريقتها حلو الحته دي الحته الثانيه انت تعمل تمام موضوع الكيورد ريسيرش ما جبتش سيرته خالص كيوردز من اقل الحاجات اللي مفتوحه فيها اهميه ما دام الكلمات بتاعتك لو انت بتسوق حاجه فيها سكر وما دام الكلمات بتاعتك فيها حاجه علاقه بالسكر خلاص انت تمام اوكي بس حضرتك النيتش الحاجات بتاعه السكر والويت لوس والحاجات دي الكوست بير كليك عاليه جدا عالي جدا لا ما انا هقول لك حاجه انت هتحط 100 كلمه حلو اقل من 100 كلمه هيجيلهم ترافيك ولو اكتر من كده تعالى كلمني هو طبيعي بيجي كده
بالنسبه بتاعت الاعلانات دي حته مهمه قوي، ازاي تبقى عندك اعلان عريض قوي كده في بينك، لما تيجي تكتب الكوبي في عندك الهيد لاين فوق والكوبي تحت، الكوبي تحت بعد مثلا 3 4 كلمات حط نقطه، وبعد كده سيب مسافه وكمل، لما تحط نقطه الجزء الاولاني ده 3 4 كلمات دول هينط فوق، فهيديك الحته بتاعت التركايه بتاعت اللي هو بيقول لك عليها دي. وده الموقع بتعرف فين؟ This is his site. شكرا لإذنك، شكرا طبعا على المجهود اللي انت عملته ده والكيس ستادي الجميلة دي. انا بس كنت عايز اسأل ازاي انت بتفعل حساب بينج وانت في مصر، يعني دي كانت مشاكل بتقابلنا، فانا مش عارف ازاي بنفعل، وقعدت اكتر من شهرين في المشكلة دي. He's asking how we are using like financials in Bing, like how we are dealing with that. للأسف الجزء ده خاص برافيل، هو بصراحة احنا كل شغلنا معتمد على حسابات خاصة بيه، يعني اعتقد بس ابسط حل عشان ما نقعدش نطول في الموضوع ده قوي، دوروا في حسابات الاوفشور، دوروا في الحسابات الكروت الائتمانية، اعتقد هو ده ابسط، ده اسرع حل، لكن حسابات الاوفشور اسرع حل، لكن الكروت المصرية البري بيد والكلام ده كله ما بيتقبلش كده. الحل بالنسبة لعبد الله يبقى ايه؟ الحل ايه؟ الحل يشوفوا في حسابات اوفشور، او يشوفوا مثلا لو ليك حد قريبك مثلا في السعودية او في اي دولة تانية هينفع. نعم؟ لا يا عبد الله، حل جوه مصر مش عارف، مش عايز اقول لك مفيش، لان انا ما دورتش كتير، لان انا الكروت اللي بستعملها كلها من بره، بس اعتقد يعني ممكن، اعتقد استاذ فارس ممكن يكون هو عنده خلفيه في الموضوع ده، لان هو لسه شغال في الحسابات المصريه، يعني هو مش مركز معايا. شكرا عبد الله، شكرا فين، عشان انا ما اسف انا خطوات كتير. يعني كمية الحماس اللي عند عبد الله تخلي أي حد يقعد يسمع له لو ساعتين ثلاثة، يعني